السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ في فيديو النهاردة كده حبيت اعمل معاكم الخبز التركي او خبز البسلمة، طريقته سهلة وبسيطة هنعمله، مش هياخد معانا وقت خالص وهنطلع احلى عيش بجد، طعمه حلو قوي. وممكن كمان ننكهه كده زي ما انتوا هتشوفوه، او ممكن تسيبيه سادة زي ما تحب، هو في كل الاحوال طعمه حلو بجد. يلا بينا بقى نشوف الفيديو بتاعنا الحلو ده هنعمله ازاي. يلا بسم الله. كده هنجيب هنا بولة كده هحط فيها كده مج من الحليب، او مثلا كوباية، انتوا براحتك خالص، يعني اي معيار انت حباه، وكمان زيه معيار من المية، يعني كوباية من الحليب وكوباية من المية، وكمان كده كيس خميرة. بعد ما نزلت بكوباية الحليب كوباية المية كده وكيس الخميرة، هنزل كمان بمعلقة من السكر وهقلبهم كويس كده مع بعضها. عايزة اقول لكم بجد العيش ده في منتهى السهولة، يعني ما شاء الله كده عملته، ما خدش معايا وقت خالص. هنا بقى هنزل كمان كده بالدقيق، بعد ما قلبت المكونات مع بعضها هنزل بقى بالدقيق. العجينة بتاعتنا كده هتكون يعني مش لينة أو متماسكة شوية، فانت هتنزلي بالدقيق شوية شوية كده، ولو احتجت تحطي. وكمان نزلت كده بمعلقة صغيرة من الملح. هقلب الدقيق كويس كده بقى بالاسبتولا كده، وبعد كده هسيبها وهنعجن بإيدينا، أو موجود عندك عجان ممكن تعجني في العجان، مش هياخد معاكي وقت خالص، بس هي يعني الموضوع ما يستاهلش عجان، ما شاء الله كده ما بتاخدش وقت خالص. بعد ما عجنت العجينة بالشكل ده هنزل بقى بشوية كده من الزيت، حوالي كده 3 معالق من الزيت، أي زيت انت تفضليه بقى، زيت زيتون زيت عادي زي ما تحبي تضيفي عليه. هنعجن العجينة كويس خالص كده لما العجين يتشرب معانا الزيت خالص، وهسيبه لما يخمر كده، يعني أخد معايا حوالي نص ساعة ربع ساعة لأن الجو حر. هنا بقى كانت كده اتشربت الزيت بتاعنا كده، وعجنتها حوالي من 5 لـ7 دقايق كده، يعني ما أخدتش كتير في العجن. هسيب بقى العجينة بتاعتنا كده بعد ما عجناها، هسيبها كده زي ما قلت لكم، خدت معايا حوالي نص ساعة بس، وبعد كده هوريها لكم بقى. ده شكل بقى العجين بتاعنا بعد ما اختمر، هنا الضعف وما شاء الله العجينة طرية وحلوة قوي. هقطع العجين بتاعنا بالشكل ده، هعمله كده كور كلها قد بعضها، عملت معايا حوالي 7 ترغيفة عيش. بعد ما قطعت العجين بتاعنا كور كله بالشكل ده قد بعضها، هسيبهم مجرد بس يرتاحوا كده يعني دقايق بس كده، وبعد كده هفرده معاكم على طول. هجيب واحدة كده وهرش شوية كده من الدقيق صغيرين وهنفردها معاكم. عايزة اقول لكم ما شاء الله في الفرد ما خدتش معايا وقت خالص. هنا مش هنراها في العجين قوي، هو سمكه بيبقى تخين شوية، ما بيكونش اللي هو خفيف قوي، يعني السمك ده كده. في ناس كمان بتتخنوا عن كده، يعني في ناس كمان بتتخن العجينة دي عن كده كمان، بس انا حبيت ان انا اعملها في السمك ده. جبت الطاسه بتاعتي على النار كده وهدهنها دهنه بسيطه خالص، بس اول مره كده لما استخدم دهنه بسيطه خالص من الزيت، بعد كده مش دهناها خالص. وهجيب بقى الرغيف بتاعنا كده وهنحطه وهنسيبوه كده على نار متوسطه لما يقب معانا بالشكل ده. هقلبه بقى على الجنب التاني، هسيبه لما ياخد معايا لون من الجنبين كده وهطلعه معاكم. هنا كان اخد معايا اللون ده ما شاء الله عليه، عايزه اقول لكم ما شاء الله شكله حلو وطعمه حلو كده، هيعجبكم ان شاء الله. كنت خلصت الكميه بتاعتنا بالشكل ده، شوفوا ما شاء الله من جوه عامل ازاي، ما شاء الله الخبز بجد في البيت يفرح القلب، يعني الخبز في البيت كده يفرح القلب بجد. هنا بقى بيطحنوه كده حبه من زيت الزيتون او حبه من الزيت العادي او معلقه من الزبده، بيطحنوه بالشكل ده، وبعد كده بيرش رشه من البابريكا او رشه من الكزبره او البقدونس، يعني اي حاجه موجوده. وفي ناس كمان بتحب تديله كده مع الزيت يعني فص ثوم مفروم. عايزه تنكهيه انت بقى بالشكل ده ماشي، عايزه تسيبيه كده من غير اي نكهه، ما شاء الله طعمه حلو اصلا في كل احواله. عايزاكم تجربوه وتقولوا لي ايه رايكم بجد. بحاول على قد ما اقدر ما اطولش عليكم في فيديوهاتي علشان ما تملوش. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم، نتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. اسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.